في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجاً وكذا المرأة المعيلة، أطلقت الوزارة المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان. وتهدف المبادرة إلى توزيع مساعدات عينية على هذه الفئات على مستوى الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، والتي تستهدف بها تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجاً، وتأتي من منطلق حرص وزارة الداخلية على تفعيل مشاركاتها الإنسانية والاجتماعية من خلال هذه المبادرات. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عيني وقد المسؤول. قد إيه الكرتونة دي فرحت ناس كتير، كمية الكراتين اللي اتفرقت النهاردة ساعدت بيوت ناس كتير قوي يا ريس. وزع علينا كراتين وساعد كتر خيرك اللي انت فاكرنا ومش ناسينا. نشكره طبعا على اهتمامه بينا ووقفته معانا، ونشكركم انتوا على اهتمامكم بينا والكراتين اللي انتوا سلمتوها لنا وبتدوها لنا دي. ويشكر من السما للارض واحنا كلنا واحد. تستهدف المبادرة توزيع مساعدات عينية على الأسر والسيدات المعيلات قاطني المناطق الأكثر احتياجاً، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديريات الأمن بتوزيع هذه المساعدات بعدد من المناطق بمختلف المحافظات، وسط إشادة كبيرة من المستفيدين من المبادرة بدعم الوزارة المستمر لهم. تضمنت المبادرة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية شملت مختلف التخصصات، قام أطباؤها بإجراء الكشف الطبي على المواطنين المترددين عليها في أماكن جهزت لهذا الغرض مع صرف الأدوية اللازمة لهم. وقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا، لا مرة حسيت بخوف وقت الظروف مفيش أي قوة تهزنا. عرفت إن في مبادرة كشف مجاني، دخلت كشفت، اللي كشفوا علينا ضباط، وكان الكشف بصراحه يعني الدنيا منظمه جدا، وبعد الكشف اخذنا العلاج مجاني برضو. عملنا كشف ببلاش وعلاج ببلاش بسعه ربنا. تؤكد مبادره كلنا واحد معك في كل مكان حرص وزاره الداخليه على دعم ومسانده المواطنين بمختلف المحافظات بخاصه الاكثر احتياجا والسيدات المعيلات لتوفير حياه كريمه لهم، فهذا دور انساني واجتماعي تحرص الوزارة على تفعيله لتحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع.